السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نبدأ نرسم الروف ويكون فيه ميلين مش ميل واحد، فهقول له أنا عايز أرسم وول وعايزين نختار بقى نرسم مستطيل بالشكل دوت. وبعد كده هقول له أنا عايز أرسم الروف، واختار ان انا عايز اعمل سلوب تمام، وعايز الليفل في الليفل 2 بالشكل دوت، واقول له انا عايز واقول له اتش بحيث ان الحوايط تقف عند الروف دوت. طيب خلينا نشوف في 3D، هلاقي عندي هنا خاصية اسمها cut off level، فهقول له انا عايزك تقف عند level 7، فيبدأ يرسمولي بالشكل ده. بعد كده ممكن اروح رايح لاركتكتشر واقول له ان انا عايز ارسم روف، وعايز الروف ده يترسم في level 7. طيب واقول له ان انا عايز ارسم وادوس تاب عشان يبدأ يعلم عليهم كلهم. ممكن اقول له انا عايز ارسم ريكتانجل بالشكل دوت. هو المره اللي فاتت حفظ موضوع الاسلوب، فممكن نختار اتنين قدام بعض ونلغي الاسلوب اللي فيهم وقول له موافق، يظهر معانا بالشكل دوت. يتبقى بقى معانا ان احنا نرسم حائط في الجزئيه ديت، فاجي هنا اقول له ان انا عايز ارسم اركتكتشر وول، وده المفروض ان هو يترسم من ليفل 7 اهوت. ممكن نقول له احنا عايزين نرسمها من الفينش، ونفس الحاجة برضو الناحية التانية، او ممكن ترسم واحد وبعد ما نعدل فيه نوديه الناحية التانية. طيب هقول له بقى انا عايز اشوف الحيطة دي من الناحية دي اهو، اقول له بعد كده بقى ممكن اقول له اتاش لهنا، يبدأ يجي بالشكل دوت. ابدأ اعمل سيلكت الحيطة واقول له كوبي، عايزين ننقلها بقى ايه من هنا كده مثلا لكده، يبقى احنا عملنا الحتة بتاعتنا بزاويتين مختلفتين بشكلين مختلفين بالشكل دوت.